تتوالى الاستقالات في الحكومة الإيرانية فبعد سحب الثقة عن وزيري العمل والاقتصاد وافق الرئيس الإيراني على استقالة وزيري الطرق وبناء المدن ووزير الصناعة والمناجم والتجارة ليصل بذلك عدد الوزراء المقالين والمستقيلين في غضون شهرين إلى أربعة وزراء استقالات تزيد الصداع المزمن للرئيس الإيراني وتزيد قلقه على خلفية الأزمات الاقتصادية والمعيشية وتدهور العملة وتوقف الصناعة في البلاد، ويكشف وزير النقل وبناء المدن الإيراني عباس أخواندي في بيان استقالته بأنه قرر الاستقالة من منصبه ثلاث مرات في العام الماضي لأنه يختلف مع سياسة الحكومة المبنية على تدخل الدولة بشكل كبير في السوق. وطريقه اداره الوضع الاقتصادي المتدهور اصلا في البلاد فضلا عن الظروف القاسيه الجديده التي نجمت عن العقوبات الامريكيه واقع يبدو غير الذي تحاول طهران ومن خلفها النظام فيها ترويجه فيما يكشف عجزا كبيرا تنامت على اثره روح التمرد ليس عند الطبقه الفقيره فحسب بل امتد ليشمل السياسيين والنواب هؤلاء الذين ينون بالتقدم بطلبات استجواب جديدة لأغلب وزراء حكومة روحاني وسط مخاوف داخلية من حدوث فراغ حكومي وبالتالي سحب الثقة عن حكومة روحاني واستراتيجية التيار الأصولي المتشدد في البرلمان وتنص القوانين في إيران على أنه إذا ما تم سحب الثقة عن خمسة وزراء فيجب إعادة تشكيل الحكومة وطرحها أمام البرلمان للتصويت على منح الثقة مجدداً ويقول خبراء اقتصاديون إن السياسات الاقتصادية الخاطئة ستؤدي إلى معاناة الأسر الإيرانية من أعلى معدل للتضخم تصل إليه البلاد بعد الحرب العالمية الثانية بل ذهبوا في رسالة مفتوحة شملت أكثر من خمسين خبيرا اقتصاديا إلى تحذير قادة النظام الإيراني من أن الوضع أسوأ وأخطر مما يتصورون وأن البلاد على وشك السقوط